5 4 3 2 1. اللي ما يستعناش بإسعاد يبقى ما يستعناش بيه. أنا مش هسمح لك تستهزأ لا بيا ولا بيها. بركات انا همشي، بركات والمصحف همشي. ايه القرف ده؟ في ايه؟ طب انت ايمن، حلوه الخطه دي، حلوه الخطه دي، بس ناخدها تاني معلش يا كابتن. انا مش هسمح لك تستهزأ لا بيا ولا بيها. شغل الهبل ده في ايه؟ هو مش قال هيتكلم بس؟ ما انا بتكلم بس. مجنون يا ست انت؟ مش هسمح لك تستهزأ لا بيا ولا بيها. امشي، اقسم بالله امشي. استنى، انت هتمشي وهتسيبني لوحدي؟ والله لا، امال استنى يا عم، استنى، انت هتمشي وهتسيبني لوحدي؟ هو بص، هو هينزل على ايده هيقع الوقعه ديت، وبعد كده انا هقوم له اكني بسنده، فهيعمل لي بقى كده وبتاع، والله لا امشي والكلام ده. احنا في اخر العصبيه دي هتقول له طب انا عايز اقول لك حاجه واحده بس. انا هطلع كده، هطلع كده ولا هتطلع كده؟ تمام، عايز اقول لك حاجه واحده بس، تعالى احنا بنعمل مقلب تمام. يلا ناخد من بعد برده، بعد ما اقول المقلب برده هقعد ازعق معاه برده، اقول له دي مقالب ودي اللي انت فاهمها، اكني ما كناش ماشي نعمل حبه كده شويه. حلو، اقول لك يا عم دي مقالب فيها يا عم، ده انا كنت هموت والمصحف قلبي كان هيقف. حلو، نعمل الحبه دي بس. بعد كده بقى راح ماسكني يقول لي انت مهرج مهرج، انا ضاحك بقى فاهم. 5 4 3 2 1. اللي ما يستعناش باسعاد يبقى ما يستعناش بيا. انا مش هسمح لك تستهزأ لا بيا. معلش ما خدناهاش كويس، انا اسف. 5 4 3 2 1. اللي ما يستعناش باسعاد يبقى ما يستعناش بيا. انا مش هسمح لك تستهزأ لا بيا ولا بيها. فيها بركات، شغل المجانين ده في ايه؟ انا مش هسمح لك تستهزأ. هو مش قال هيتكلم بس، انت كمان. انا همشي يا بركات، مش والله العظيم همشي. لا ما تمشيش وتسيبني، لا ما اقعدش معاه لوحدي. شغل المجانين ده، انا مش هسمح لك. ايه حصل لك حاجه؟ اما وقعت. انا مش هسمح لك. لا لا لا، ركبتك، المهم ركبتك يا اخي. سيبك والله، مش استنى بس يا عم. اه والله مش، والله يا عم خد، تعالى في ايه؟ طب الله يا عم هتعورني. استنى اه والله انا بقى. طيب استنى كابتن، انا عايز اخد المشيه دي تاني معلش، عشان ناخدها كويس. ده هيعورني لو خدناها تاني. بالراحه يا كابتن. يلا 5 4 3 2 1. مالها يا ابني ركبتك؟ في حاجه؟ خبطت في الارض. خبطت من الوعى؟ قلت لك. ما قلت لك يا عم انا مش هسمح لك. خلاص خلاص تستهزأ لا بيا ولا بيا. سيبني لوحدي، استنى بس، ما تسيبنيش يا ابني. انت ما تسيبنيش، استنى بس يا عم. انا ما اقولش روح، استنى بس، استنى يا احمد. اه والله مش عاوز اقرب يا عم. استنى بس، الله، هو في ايه يا اخي؟ ايه يا احمد؟ كيف لو كانت احلى صح؟ 4 3 2 1. تعال ان شاء الله. والله ماشي، والله ماشي، والله العظيم ماشي، والله. طب خد بس يا احمد بقى، تعال تعال. والله ماشي، والله تعال خد بس. والله العظيم ماشي، والله العظيم، والله العظيم. هقول لك على حاجه وامشي. هقول لك على حاجه وامشي. ايه في ايه؟ معلش معلش، تعال نشوف ركبتك هناك. تعال تعال، ما حصلش حاجه خلاص. ازيك يا ياسر؟ تعال تعال، اهدى كده. في ايه؟ بس انا ركبتي فيها حاجه، ركبتي حاسس ان فيها حاجه. الوقعه كانت جامده، انا حاسس انك وقعت جامد. معلش معلش، تعال تعال يا بطل، تعال تعال بقى، اقعد. استنى اقعد يا عم، تعال اقعد هنا ما دام انت مش عايز تقعد جنبها. بعد اذنك بركات تمشي، انا مش هقعد معاها. تعال بعد اذنك تمشيها. همشيها. لا 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 مش هقعد. لا لا بعد اذنك تمشيها، الناس دي ما اقعدش معاها في مكان واحد. طب خلاص بعد اذنك. تعال اتفضلي بعد اذنك. انت واقفه كده ليه؟ احنا خايفين منك بصراحه. في ايه؟ وقلت هنتكلم بس و... تعال. مال في حاجه؟ اجيب لك تلج؟ ابعت اي حد يجي هات تلج يا ياسر. لا لا لا، هي كدمه هي كدمه. طب خلاص يا ياسر، هي كدمه هي كدمه. مش عايز حاجه؟ طيب تعال.
همشيها والله والله تمشي شيء منك لله لا والله مش قادر اخد نفسي والله تمشي تديتني واحدة بالكوع لبست والله تمشي مش هقعد طيب قعدت خلاص انا همشي والله والله ما اقعد خلاص تعالى بس انا بركت بص عشان هتحصل. انا محترمك وواقف بس لو فضلت قاعد انا همشي ثانية واحدة مش هكمل معاك غير ما تمشي مفيش مشاكل راحتكم مش مسؤول عن اللي هيجرى له يلا بالسلامة يا ماما مشكلة ما دام هيجرى له هو لوحده ما دام مش هيجرى لنا خلاص تعالى خلاص ايه المنظر ده والشعر ده ليه بس شعر بيلعب فيه بقاله 40 سنة بيلعب على بيلعب في الشعر بقاله 40 سنة يا ساتر اقعد بقى اقعد اقعد يا عم تمام خلاص بقى ماشي ربيت يا عم انت بس 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 خد نفس عميق شهيق وزفير ريح ريح انسى كل حاجه انسى اسعاد انسى ياسر انسى ياسر انسى ياسر شايكو زفير وسمير كده انت بقيت كويس ما دام الافات كده يا اخي خلاص رعبتك ايه انا ولا رعبتك ولا حاجه يا عم دي يا عم الحاجات دي شعوذه يا عم يا عم ما فيش حاجه بقى والله دي مش شعوذه دي يا عم ما فيش حاجه واقول لك على حاجه بقى الصراحه اقول لك بقى على حاجه انا حبيت اقول لك كل سنه وانت طيب فجبتك بالطريقه دي عشان اقول لك كل سنه وانت طيب ورمضان كريم احنا كنا بنعمل فيك مقلب وعارف طبعا ايه هو المقلب عارف ايه هو المقلب قول لي ايه قول لي ايه بصوت عالي يعني انا جاي قول لي ايه بصوت عالي عارف ايه المقلب إيه؟ قول لي ايه بصوت عالي ايه بصوت عالي ان مصر كلها عرفت ان انت بتضحك عليهم خد بالك